Morning, Safdaman. How are you? I hope you are doing very well today. اليوم يا تامن رح ناخد مراجعة سريعة للامتحان تبعنا بكرة، فلو سمحت الكل يركز معي. امتحاننا ببلش من صفحة 5. أول إشي أخذنا اللي هو الـ Type of Learners، أنواع المتعلمين اللي هم الـ Visual والـ Auditory والـ Kinesthetic Learner. Kinesthetic Learner اللي هو الحركي، المتعلم الحركي. نعرف كل Type of Learner على شو بيركز وكيف بتعلم. هذا الإشي كله شرحناه وأخذناه. تمام، نيجي هون عنا الـ Questionnaire. الـ Questionnaire الهدف منه إحنا نعرف بشو بنسأل للماضي وللمضارع وللمستمر. بعدين بيجي هون عنا الجرامر. أول إشي راجعنا السيمبل بريزنت والبريزنت كونتينيوس والباست سيمبل، كلياتهم رجعناهم شو بنسأل للسيمبل بريزنت والسيمبل والبريزنت كونتينيوس. تمام، ورح ناخدهم هلأ كمان شوي. بعدين بلشنا عنا A woman with a vision. هاي الفقرة تبعتنا كتير 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 مهمة، كتير مهمة. الفوكابولاري تبعونها كتير مهمين. accessories to correct displayed attractive handmade municipality، هدول كتير مهمين. هاي الفقرة خصوصا بدنا نعرف انه هاي الفقرة اصلا كانت بالماضي، فاحنا حطينا الافعال كلها الفورم تبعها بالماضي. بدنا نعرف انه حليمة السعدية متى فتحت السنتر تبعها ومتى بلشت to collecting traditional objects and clothes من 45 years ago. اوكي، وليش عملت هذا الاشي؟ لانها بدها تعمل save our tradition، بدها تحافظ على التقاليد تبعتنا. تمام، وهي شو عملت للبور ويمان؟ ساعدتهم انه ايش يعملوا؟ to start their own businesses انهم يبلشوا بالبزنس تبعهم، بالعمل تبعهم. كتير مهمة هاي الفقرة يا تامن، ركزوا عليها. تمام، بعدين هون عنا الباست سيمبل شرحناه كامل. الباست سيمبل نرجع نعيده بشكل سريع، انه هو بيجي عنا الفورم تبعه السبجكت والفيرب تو الفاعل، بعدين بيجي عنا الفيرب تو للفعل التصريف الثاني. شو عنا؟ متى احنا بنستخدمه؟ بالاشياء صارت بالماضي وانتهت. الدلالات عنا زي yesterday ago، اي تاريخ زي 1997 تاريخ قديم، و last week last month last year. هاي كلياتها دلالات بدلنا انه احنا بنحكي بالزمن الماضي. واحنا شو بنسأل بالماضي يا تامن؟ بنسأل بديد، كان للمفرد ولا للجماع؟ بنسأل بديد. هاي برضو تمارين على الباست سيمبل. من نغير الفعل يصير ماضي زي try بصير tried، be بصير was، find بصير found، watch بتصير watched، لأنه هاي الفقرة كلها بتحكي عن الماضي. ماشي، بعدين رح نبلش بالوحدة تبعتنا اللي هو different culture different lifestyle. هون عنا معاني كتير مهمة: group way to inspire privacy hard working to remain tent. هاي مهمة للفقرة اللي عنا هون تبعت الإكسبلورر. هاي الفقرة مطلوب منها المعاني تبعتها وبرضو الأسئلة. المعاني معنى كتل كتير 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 مهم. إكسبلورر، هيرب، تو، تريتمنت، تريب، نعرف معانيهم in English أهم إشي. بعدين القاعدة تبعتنا اللي أخذناها الـ present simple والـ present continuous شرحناها بشكل كتير مفصل، متى بنستخدم الـ present simple ومتى بنستخدم الـ present continuous وبشو. فهاي كلياتها تمارين على السيمبل بريزنت والسيمبل كونتينيو والبريزنت كونتينيوس. سوري، بدنا نعرف نصحح الجملة، بدنا نعرف عن أي زمن بتحكي، وهدول الاكسرسايزز لازم تحلوهم بالبيت. تمام، بعدين بتيجي عنا برضو تمارين هذا التكست، تمرين كان على السيمبل بريزنت والسيمبل والبريزنت كونتينيوس. بعدين بتيجي عنا stories around the world. هاي التكست تبعتنا. الفوكابولاري كتير مهمة، برجع بعيد وبكرر الفوكابولاري كتير مهمة. والأهم انه نعرف شو الفاكت وشو الأوبينيون. نعرف انه الفاكت حقيقة مسلم فيها، ما في منها تراجع، حقيقة مسلم فيها، يعني ما بزبط تكون صح وغلط، هي حقيقة. تمام، أما الأوبينيون هو رأي، الأوبينيون هو رأيك انت، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، أما الأوبينيون رأي. نعرف الفرق بينهم كتير مهم. ومنا نعرف يا تامن معنى intelligence
اللي هو cleverness مهم جدا. والمعاني كمان entertainment نعرف إنه معناها fun, lecture نعرف إنه written art, to develop نعرف إنه معناها to improve. والأسئلة على الفقرة هاي كتير مهمة. تمام, البيرسونال ليتر مش داخلي معنا لأنه ما رح يكون في كتابة بالامتحان, وهدول برضو كلياتهم language development اللهم صل على سيدنا محمد, تمارين كاملة على الاكسرسايز تبعنا. هيك نكون الريفيجن خلصت تبعت الستودنتس بوك. رح نيجي نبلش بالاكتيفيتي بوك. سوري, الاكتيفيتي بوك عندنا هون. الاكتيفيتي بوك يا تامن كتير مهم لانه كلياته تمارين ستارتينج اوت. ماشي, هون بالبيكتشر تبعتنا بدنا نعرف هون تايب اوف ليرنرز, كور تايب اوف ليرنرز, شو شو الاشي اللي بيحبه مثلا ليرن ثرو ريدينج, اللي بتعلم من خلال القراءه, من هو الفيجوال اللي بحق النظري. صح, هون عندنا معاني برضو, هدول المعاني تمارين على قاعدة السيمبل بريزنت, متى منحط أس ومتى منحط ومتى ما منحط أس. حكينا احنا منحط أس لما يكون سينجولر مفرد, وما منحط أس لما يكون بلولر. برضو هون كلياتها على التايب اوف ليرنر, أنواع المتعلمين. تمام, هون عندنا برضو كيف بشو نسأل وكيف نسأل, دو للمفرد, دو للجمع سوري, ودز للمفرد. الفقرة مداخلة لأنه ما في فقرات. بعدين هدول المعاني يا تامن مهمين بشكل عام, المعاني بامتحاننا كتير مهمين. تمام, بدنا نعرف هاي الفقرة بتحكي عن الماضي, فرح نحط كل المعاني بالماضي. بدنا نعرف شو الريجولر والريجولر فيرب, الأفعال المنتظمة والغير المنتظمة, وكيف نحولهم. هون نفس الاشي برضو, هاي الفقرة على تحويل الفورم برضو على نفس القاعدة, هي simple present present continuous. هون برضو هدول جدا مهمين, cattle explorer herb to inspire, كل واحدة شو definition تبعها, شو التعريف تبعها, جدا مهمين. برضو هاي كتير مهمة يا تامن, نفس الاشي, هي تمارين على القواعد, وهذا تمرين على ال simple present, وهذا على ال present continuous. جدا مهم هذا التمرين, نفس الاشي هون كلياتها تمارين. تمام, المهم يا تامن انه انت تحل هاي التمارين مره تانية, واللي هي احنا اصلا اوريدي حليناهم مع بعض, واذا مو فاهم اي اشي بتبعت لي. هيك بنكون خلصنا المراجعه تبعتنا, وركزت لكم على الاشياء اللي كتير مهمه معنا. اللي عنده اي سؤال يبعت لي على طول, ويعطيكم الف الف عافيه.